قبل أسبوعين كان الحديث من الدكتور أبو ضياء عن العقل، وورد مجموعة من الآيات بهذا الشأن، وكان يعني 95% من حديثه يربط العقل بالدماغ أو المخ من هذا القبيل، وأشار أنه أكو شعور بالقلب. هل الشعور هو يعتبر عقل أو تفكير؟ يعني الشعور أنا أعتقد هو نتيجة لعملية ما، شعور بالخفقان، بالحزن، هذا نتيجة التفاعل وليس تفكير. ففتح باب الأسئلة والأجوبة، فنوهت أن القرآن يربط بين العقل وبين القلب دائما، لم يأتي ذكر الدماغ في القرآن ولم يأتي ذكر المخ بالقرآن، وإنما دائما ربط العقل مع القلب. وبينت أنه كثير من العلماء المستشرقين يأخذون على القرآن أنه ليش يربط العقل ويا القلب بينما العقل هو في الدماغ، وهاي شبهة مأخوذة واقعا على المسلمين على القرآن. فصار نقاش طويل عريض بوقتها، فطلب أبو ضياء أنه الأسبوع بعده أنه أكون، بس ما صار الأسبوع بعده أنا جيت، بس أبو ضياء أخذنا محاضرة ثانية. الله يسلمك. طلب من عند الأسبوع الفات أجي، أنا كنت صايم، قلت له ما أقدر أجي. بهالأثناء هم طلعت على محاضرة قيمة جدا جدا، وكل التساؤلات اللي طرحت هنا كان الدكتور عدنان إبراهيم ذاكر هذه كلها. وطبعا نفس المحاضرة صار استشهاد ببنت يمكن اسمها سلوى في بريطانيا، شالوا لها القلب، خلوا لها قلب اصطناعي، انه هاي عندها قلب اصطناعي، فهاي قاعد تفكر وهاي قاعد تمشي وعندها حاسيس وعندها وعدها، فلو كان القلب هو العقل اذا هاي شلون عندها قلب اصطناعي؟ بالمضخة. زين هو مضخة، فاذا القلب هو مضخة. وطلعوا الفيديو ومقطع وشي وهاي. طبعا رحت راجعت الفيديو والمقاطع مالتها بحدود 6-7 مقاطع. طبعا هي ثانية امرأة، هي أولى والثانية أصلا ماتت في أثناء عملية النقل القلب إلها، يعني بعد ما شالوا قلبها خلوا لها القلب الاصطناعي ماتت، اسمها ربيكا، طالبة في بالجامعة في بريطانيا أيضا. كل الفيديوهات اللي شفتها حول هاي البنت سلوى اللي عندها هذا القلب الاصطناعي هي دعاية للقلب الاصطناعي فقط، لا أكثر ولا أقل. شلون تشيل القلب؟ شلون تمشي؟ شلون تحملها على ظهرها؟ شلون يشيلوا وياها؟ شلون البطارية مالتها تشتغل؟ إذا خلصت بتسعين ثانية تموت إذا ما لحقوا يبدلوا لها البطارية، لا أكثر ولا أقل. شنو أحاسيسها؟ أبداً ما يتذكرون. شنو تفكيرها؟ أبداً. هل طرأ تغيير بعد تركيب هذا القلب إلها؟ ما موجود بالطاري أبداً. كل هاي الأمور اللي تتعلق بالتفكير، بالأحاسيس، بالشعور، بما أعرف إيش، بوضعها لتغير، ما مذكور بهاي المقاطع الفيديو. باوع مقاطع الفيديو دعاية للقلب الصناعي لا أكثر ولا أقل. فأنا ما أقدر أعتمد على شيء، يعني عملية أنا. فبعدين كان في وحدة أقسام الطب في مصر ذكرت، وأنا دزيت على الموقع الطريق إلى بغداد، و عندنا اخوان الصفا، انه تقول الان وجد بحث 40,000 خلية في القلب هي التي تقوم بعملية التفكير. هذا واحد. اثنين، الدكتور كحيل ايضا يذكر وجود 40,000. هذا الى كثير من المقاطع القصيرة جدا والجميلة، ويأخذ الاعجاز العلمي في القرآن، العنكبوت، المعرف ايش، كذا قضايا كثيرة الدكتور كحيل ياخذها يثبت الاعجاز العلمي حاليا لهذه التفاسير للايات العلميه، وكيف انه
من 1400 سنة القرآن ذكرها. كذلك دكتور علي منصور الكيالي يتطرق إلى نفس الموضوع، وبس هو شوي بعدين بالأخير يربكها ربك، يربطها بدلالة بالمنطقة هاي أكو مخ أكو ما أعرف إيش. المهم أنا ما أقدر أعتمد اعتماد جيد على دكتور علي منصور الكيالي بهذه التفسيرات، بس هو أيضا يذكر أنه في القلب أكو 40,000. المهم دكتور عدنان إبراهيم هو أهم محاضرة طويلة جدا، هي خطبة الجمعة ربما بحدود ساعة وربع ساعة ونص الخطبة مالته. هل عنوان الخطبة؟ لأنه هو أدى خطبتين بالعقل والقلب، بس المحاضرة المهمة جدا هي هاي، هل العقل مخ ثاني؟ عنوان الخطبة، هل العقل مخ ثاني؟ هل القلب مخ ثاني؟ فمخ أو دماغ ثاني؟ مخ أو دماغ ثاني؟ زين؟ فعدنان إبراهيم يستشهد على بروفيسور في جامعة مونتريال بكلية الطب، ويجيب اسمه مور، يمكن اسمه مور، فيقول هذا نتائج 20 سنة من البحث والتجارب، أوجد ووجد وهو متخصص في القلب وفي وتخصص بعد أكثر أعمق في أعصاب القلب، وجد أنه هو اللي من وجد 40,000 خلية في القلب هذه تقوم بعملية التفكير. ويذكر أطباء عدنان إبراهيم أطباء آخرين في أمريكا موجودين، خلفة الله على أبو علاء شهربلي خلى الاسم مالته، طلع هو دكتور يدرس في جامعة مونتريال، كتابه موجود اسمه هيرت ماين، مخ القلب، هيرت ماين، فمخ القلب اسم الكتاب. وخلى طبعا قيمة اللي ينباع الكتاب الإلكتروني ب 12.5 دولار. مخ العقل لا هير قلب هارد ماين مخ القلب ب 12 دولار بس إلى مقدمة، المقدمة واحد يقدر يطلعه، طلع أبو علاء أخذ جزء من عندها. المهم يبحث يقول أكو 20. هو يذكر عدنان إبراهيم من هذا الكتاب شغلات خلال 20 سنة من تجارب، مثلا يقول امرأة نقلوا لها القلب من واحد متبرد، الآن في أمريكا وكندا ما يذكرون اسم المتبرد الذي استلم لأنه ممنوع، فهذه اللي نقل لها القلب من خلال تجارب كانت تحلم، يقول كانت مثلا أنه هي نباتية ما تأكل لا دجاج ولا لحم غنم ولا ما أعرف إيش ولا أشو، صارت تحب الدجاج المقرمش. زين ليش؟ هي هم تفاجأت ليش تحب الدجاج المقرمش؟ إذن هذا أو القلب السابق كان يحب الدجاج المقرمش، فصارت هي تحب الدجاج المقرمش، هي أصلا ما تشرب بيرة، صارت بعمل تشرب بيرة. يوم من الأيام كانت نايمة وإذا تحلم أنه جاءها واحد قالها أنا فلان، هي قعدت من النوم فزت قالت هذا هو صاحب القلب اللي يطعني، سمانها اسمها أنه أنا فلان شاب، فخابرت علي كانت الوسيط بعملية النقل، قالت هل اللي يطعني القلب اسمه فلان؟ ديش تعجبت أنه سرية أكون، قالت شلون عرفتي؟ قالت أنا شفت حلم وجاني، قالت هل هو يحب الدجاج المقرمش؟ هل هو يشرب بيرة؟ هل هو سلوكيات ثلاث أربعة كانت هي تسلكها تغيرت عندها؟ قالت نعم يوم الحادث كان عنده بطل بيرة وجاي الدجاج المقرمش، ولذلك القلب يتذكر اللحظات الأخيرة اللي هو قبل ما يموت بيها، فكان لحظات القلب ما قبل ما يموت كان هو عنده دجاج المقرمش وعنده. طبعا يروي عدنان إبراهيم حكايات ثانية وثالثة ورابعة وخامسة نتيجة تجارب 20 سنة كلها على تذكرة القلب والتفكير بالقلب. أنا ما أريد أطول بالموضوع، أنا أبو
يعني عدنان إبراهيم يقول ما ورد في القرآن من علاقة القلب مع العقل 102 آية. 102 آية. الآن هذا يعتبر انفتاح ضخم جدا للقرآن، وهذا بحقيقة يعتبر تسديد وإعجاز للقرآن، لأن القرآن يربط العقل. يعني إحنا ذكرها أبو ضياء بالمحاضرة مالته، فالتفاتة جميلة جدا، قال ما مذكور العقل وإنما مذكور الفعل. يعقلون يتفكرون يعقلون، بس هاي عملت يعقلون لديهم أفئدة يعقلون أو قلوب يعقلون بها بل ران على قلوبهم يعقلون. إذن الفعل فعل يعقلون، لمن يرجع للقلب، القلب هو اللي يصير به العقل. الآن هسه أكو تفسيرات ثانية أنه إذا هو إذن الكذب وين؟ ليش القلب؟ القلب ينكر الكذب، القلب ينكر الكذب. أنا من الهدف أكذب، أنظر إلى هاي المنطقة، أخترق الحيلة والكذبة والمعرف إيش، شلون أخليها تنطلي على الشخص المقابل، وهذه ناصية كاذبة، ناصية كاذبة. إذا قرار الكذب هالمنطقة وليس في القلب، والقلب يعلم أنت قاعد تكذب، فإذا القلب هو عند الحقيقة والواقع، والكذب هنا خارج عن نطاق القلب. لذلك أنا أقول كثير من الآيات اللي موجودة في القرآن الكريم بالذات العلمية، أنا حقيقة ما أرجع بها للتفسير العلماء. ليش ما أرجع بها للتفسير العلماء؟ أكو أسباب. تفسير العلماء تفسير فلسفي، تفسير تاريخي أو روائي أو فلسفي، وليس تفسيرا علميا. الآن العلم انفتح وأبوابه واسعة صارت، وصار عندنا كثير من الآيات فيها إعجاز علمي لهذه التفسير، علمي لهذه الآيات بها الانشقاق القمر حتى مثلا، وهي سبب، كانت هذه الآيات هي سبب في كثير من العظماء والعلماء أقروا بالقرآن، وسبب كان إلى إسلام، إعلان إسلام. أحد الملحدين آية واحدة بس واحدة قرأها، كان هو أخذ القرآن حتى يتعلم، هو قسيس، لا هذا قسيس، أحد القساوسة أخذ القرآن راد يتمعن في القرآن حتى يعرف كيف يهاجم القرآن. وصل إلى آية أبا لهب، سورة أبا، تبت يدا أبي لهب وتب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته وحمالها الحطب. يقول أبو لهب كان ما يقول محمد هو يعارض محمد، ما يقول محمد هو يعارض، إذا قال حسا ليل هو يقول له حسا صبح، حتى لو كان ليلا، حتى لو كان ليلا، مهم أنه يعارض الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يريد يطلع الرسول أنه هو كذاب. زين، فقط هاي المسألة الوحيدة، القرآن يتنبأ أنه أبو جهل راح يموت وهو كافر، القرآن هذا تنبؤ من القرآن، القرآن تبت يدا أبي لهب وتب سيصلى، سيصلى على المستقبل، راح يقول أنه أبو لهب ما راح يسلم، ما راح يصير مؤمن، ما راح يصير كذا، وراح يموت وهو كافر. كان من المفترض بأبو لهب اللي هو يعاند الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وينكر عليه، كان يعلن إسلامه، لو كان أعلن إسلامه لكانت الرسالة الرسول كلها انتهت، بس أبو لهب ظل هو كافر، والقرآن تنبأ أنه راح يكون كافر. هذه الآية خلت هذا القسيس يصير مسلم، وكثير من الآيات هي كانت سبب في إسلام عظماء كثيرين من العلماء في العالم الغربي وفي العالم. أختم قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأتمنى أن تجدد هذه المحاضرات وهذه النقاشات اللي وصلنا نحو الأفضل. أنا أقول هذا الشيء، ربما بعد 10 سنين تخرج لنا معلومات أكثر وأكثر توضيح،
واللي نؤمن به الآن يصبح أكثر، مثل ما قلت لكم صورة العنكبوت بالسبعينات بالعنكبوت. أبو أحمد عندك شيء أنا أعرف. فصورة العنكبوت كان كل تفسير إنه العنكبوت أو هنا البيوت لبيت العنكبوت هو إنه بيت ضعيف الخيوط، ضعيف المعرف إيش، ما مثلكم بيوت إيجي، وذلك قال القرآن لا أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ولكن بعدين المعجزة القرآنية إنه اتخذت العنكبوت اتخذت لها بيتا، اتخذت مؤنث. وجد علميا أن العنكبوت أنثى العنكبوت هي من تقوم بعملية بناء البيت. فهذا علمي، هذا بال 1400 سنة من يعرف أنه أنثى العنكبوت، ولا بال 1300 سنة، ولا يعني قبل 100 سنة من يعرف أنه أنثى العنكبوت هي التي تقوم بعملية بناء البيت. فأول برهان وأول إعجاز علمي لهذا، يعني تروح إلى تفاسير قبل 100 سنة ما تلقى لك الأنثى العنكبوت شو اسمه. أنا أقول الآيات العلمية تحتاج إلى تفسير علمي، وهي دليل قاطع بمعجزة القرآن. بعدين أوهن البيوت تبين لا، مو أنه البيت لأنه خيوط وضعيفة، لا، وإنما وجدوا أنه عندما يصير التلاقح بين الذكر والأنثى، الأنثى بعد التلاقح تقوم وتأكل الذكر، وبعدما تولد الأولاد بعد ما يطلعون من بطن أمهم بنات أو ولد يقومون يأكلون الأم. فإذا العلاقات الأسرية في هذه الحشرة في هذه متفككة جدا، ولذلك قال القرآن أوهن البيوت لبيت العنكبوت كبيت وليس يعني كعادة أو تقاليد. وأختم والحمد لله رب العالمين. أنا مرت علي آية بس أدور عليها معكم إنه أنا تخشع تخشع.